الأبراج. الأبراج نبدي مع الحمل، أول برج لي هذا اليوم. يمك الحمل؟ الحمل مهنيا أنت في موعد مع خبر أو مفاجأة لا تتوقعها أو تساعد في الحظ، وينصح وينصح بالاستفادة من هذا الجو الطيب. أما عاطفيا يبدو أن تحركاتك وحماستك في ذروتها، وأنت على استعداد للقيام بأشياء مستحيلة لإرضاء الشريك الذي تحبه بعمق. حلو. إذن إلى برج الثور. ثور. الثور يقول، خلي أشوف لك يا الثور شنو يقول. تمام. طيب شنو رأيك أنت تأخذين الجوزاء حتى تقولين الشهد، بما أنه هي برج الجوزاء اليوم شنو برجها؟ واني اخذ برج الثور. اوكي لا خلص نبدي بالثور ماكو يلا مشكلة. الثور يقول على الصعيد المهني لا تعتمد على الاخرين خلال الفتره القادمه، الافضل لك انه تعتمد على نفسك وان تبذل اقصى جهد لتحقيق اهدافك اللي خططت لها من زمن بعيد. اما الثور على الصعيد العاطفي لا تتواصل ابدا مع المحاولات لجذب الحبيب الذي يحرص دائما على الابتعاد عنك كي لا تخسر كرامتك وتشعر بالندم. طيب الجوزاء مهنيا يشير هذا اليوم إلى فرصة جديدة لكسب الربح، لكنه يطلب منك الهدوء. الهدوء يا الجوزاء وين يرى؟ مستحيل، ما أظن الجوزاء ما عنده أي هدوء، بس لا هم حبابين الجوزاء. والابتعاد عن المغامرات والحفاظ على العقار. ظهر المسألة بها عقارات أو بيع وشراء، بالتالي لازم نتعامل مع الموضوع بهدوء وعدم اتخاذ قرار بيع أو شراء بتسرع. عاطفيا تتلقى العديد من الدعوات، يمكنك خلالها مقابلة الشخص المناسب لبدء علاقة جدية جديدة والتفكير في الارتباط والاستقرار. إذن إلى السرطان، يا برج السرطان أنت تمتلك الشجاعة والقوة وخيالك واسع، لديك الكثير من الأصدقاء هم أشخاص عاطفيون لدرجة مفرطة. أيضا عاطفيا رومانسيون أنتم جدا وحساسون ومرهفون، تجنب من مشاكل مع الحبيب لهذا اليوم يا سرطان. أما برج الأسد فمهنيا يوم جديد جدا يجعلك تتقدم بشكل ملموس في مجال العمل ويساعدك على النهوض والتأهل لشغل منصب جديد. أما على المستوى العاطفي لا تعتقد أن عطف قلب الشريك يجعلك تخطئ، لأنهم قادرون على قلب الأمور، خليك حذر وحسبها صح. حلو. إذن أيضا مع البرج الآخر وياك، برج العذراء مهنيا هذا اليوم يفتح أمامك أبوابا مغلقة ويمنحك فرصا عليك الاستفادة منها، خصوصا إنك في وضع مريح. أما عاطفيا التصرف في مزاج مع الشريك يجعله يبتعد عنك ويتجنبك تدريجيا، حاول تحسين علاقتك معه. إذن بالتالي ابتعد عن المزاجية بالتعامل مع الجميع خاصة المقربين منك. حلو. إذن العذراء مهنيا لا تتورط في تصاريح مؤذية، حاول أن تبقى بمخططاتك ومشاريعك المستقبلية سرا، وأنه تكون متخوف بعيد عن الحسد. طبعا عاطفيا لا تكن عنيدا أو متثبتا بآرائك، بل استمتع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق. أما الميزان مهنيا يجب أن يلعب التخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الجيدة دور مهم وأكثر تطورا في حياتك. على الصعيد العاطفي الرومانسية أسهل طريقة للوصول إلى قلب الشريك، فتتغلب على الصعوبات مهما كانت صغيرة وتقترب منها شيئا فشيئا للوصول إلى الأهداف النهائية. حلو. إلى العقرب طبعا مهنيا، مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للشجار أو لرمي الحجار. أنت لا، أنت ما تستسلم أبدا. عاطفيا لا تحمل الشريك، لا تحمل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول أبدا عن الأمور التي لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطفك معه على نحو غريب نوعا ما. حلو. تيجي شايفة؟ صراحة أنت متعاطف أكيد، يعني قلبك طيب، فأظن نعم تيجي شايفة إن شاء الله. أوكي. طيب برج القوس مهنيا هذا اليوم يحذرك من خرق العقد أو تسريع أحداث تتعلق بشراكة معينة يشوبها غموض معين. عاطفيا لا تدع المخاوف تتحكم فيك واندفع للاقتراب ممن تحب للحظة قبل أن تفقده، وعندها لن تتمكن من تعويضها، بالتالي اغتنم الفرص ولا تضيع وقت.
إذن إلى الجدي، تعمل أنت فورا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتريح أيضا قضاياك بكل جدارة واحترام، وتترقى الاتصالات المتعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك. عاطفيا، اترك أفكارك لنفسك ولا تعبر عنها أمام الشريك، تكون منتقد إلى أو محاسب إلى، بل ناقشه في الأفكار اللي تريد طرحها عليه. برج الدلو. مهنيا يا دلو، يمكن للقرارات المهمة أن تغير مجرى حياتك فجأة، لذلك عليك أن تكون مستعد لأي شيء جديد في هذا السياق. أما عاطفيا، مخاوفك الكثيرة تأخذك بعيدا عن الشريك إلى حد كبير، وقد أصبحت مزعجة بالنسبة لهم بسبب غيابك المتكرر، وتحتاج إلى إيجاد حل سريع. يبدو أنه عندك مشكلة بالاهتمام مع الشريك، مدى تولي القدر المناسب من الاهتمام. للأسف الشديد، نتمنى لك الموفقة يا دلو. طيب الحوت، مهنيا طموحك كبير ولا حدود له، لكنك تبحث عن فرصة مناسبة لتساعدك لتحقيق هذا الطموح. عاطفيا، الشريك يتصرف بطريقة غريبة نوعا ما هذا اليوم، حاول أنه تصارح بما يقلقك لتصحيح الوضع ومعرفة أسباب تغيره. إلى هنا وننتهي. طبعا الحوت هو ختام فقرة الأبراج أعزائنا المشاهدين لهذا اليوم، وبالتالي ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صباح بابلي. نشكر كل من تابعنا لهذا اليوم، وبالتأكيد يوم غد لنا فقرات أخرى متجددة ولقاء آخر وصباح بابلي آخر. مع السلامة، إلى اللقاء، نشوفكم غدا إن شاء الله.